العقد الفريد. أردت بكتابي هذا أن أجمع من آداب العرب وفنونهم وحكمتهم ما لم يجمعه كتاب من قبل، فيكون أعظم ما خرج من أرض الأندلس بين الكتب، ويسمى بحق العقد الفريد. أحمد ابن عبد ربه القرطبي. الأداء التمثيلي: أحمد مرعي، فريدة مرسي. التأليف الدرامي: عبد المنعم شميس. الإخراج: أحمد عبد الحميد. تطوف بخيام الأعراب؟ الخروج منها صعب عسير يا سلافة، فهؤلاء الأعراب لهم لطائف وطرائف، وسأحكي لك بعض حكاياتي. حدثني يا أحمد. منذ رفاء الأعراب، ذلك الذي أصابته سنة مجبة وكان عنده كلب، فجعل كلبه يعوي من الجوع. مسكين الرجل أم الكلب؟ استمعي إلى هذا الأعرابي. تشكى إلي الكلب شدة جوعه، وبي مثل ما بالكلب أو بي أكثر، فقلت لعل الله يأتي بغيثه فيضحي كلانا قاعدا يتكبر، كأني أمير المؤمنين من الغنى وأنت من النعمى كأنك جعفر. الله الله، يريد الأعرابي أن يكون في غنى هارون الرشيد وأن يكون كلبه في نعماء جعفر البرمكي. وفي هذه المجاعة قعد أعرابي مع زوجته بقارعة الطريق وجعل ينجد. يا ربي، إني قاعد كما ترى، وزوجتي قاعدة كما ترى، والبطن مني جائع كما ترى، فما ترى يا ربنا فيما ترى. وأعطاه الناس مما أعطاهم الله، أليس كذلك؟ نعم، ولكن أعرابيا آخر كان ألطف من هذا وأعجب. يا رجل، من أنت؟ أنا عمرو، ولكن قل لي من أنت. أنا أخ كريم في كتاب الله، وجار في بلاد الله، وطالب خير من رزق الله، فهل فيكم من مواس في الله؟ خذ يا عربي. درهم واحد. وماذا تريد؟ هل أعطيك 1000 درهم؟ خذ درهمين. درهمان؟ انظروا يا قوم، انظروا، خذ درهميك يا عمرو، خذ. تركت لعمرو درهميه، ولم يكن ليغني عني فاقتي درهما عمري، وقلت لعمرو خذهما فاصرفهما سريعين في نقص المروءة والأجر. طالب حاجة وله شروط. وشروطه أخف من شروط المرأة الأعرابية،
التي قدمت على عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. أنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ نعم أنا هو. إني أتيت من أرض شاسعة تهبطني هابطة وترفعني رافعة. ماذا؟ سرت من بادية إلى بادية في بواد برين لحمي وهضن عظمي. من أين أتيت يا عربية؟ ضاق بالبلد بعد الأهل والولد، لا قرابة تؤويني ولا عشيرة تحميني، أنا من هوازن. لا حول ولا قوة إلا بالله. سألت أحياء العرب من المرتجى المأمول، وماذا قالت أحياء العرب؟ دلوني عليك، وأنا امرأة من هوازن فقدت الولد والوالد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا تطلبين يا أخت هوازن؟ واحدة من ثلاث. وما هذه الثلاث؟ إما أن تحسن عطائي، وإما أن تقيم أودي، وإما أن تردني إلى بلدي. بل أجبتك إلى الثلاث، لك العطاء، ولك الطعام والكساء، ولك العودة إلى بلدك. هذا سيد من سادة قريش، هذا ابن أبي بكر رضي الله عنه، أعطاها كل ما طلبت. أما حكاية العربي مع هشام بن عبد الملك فإنها فوق ما نتصور. يا عربي. نعم يا أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. هل تقدم لي موعظة وأنا أعطيك هذه البدرة دنانير من الذهب؟ كفى بالقرآن واعظا يا أمير المؤمنين. أعلم ذلك، ولكن أليست عندك موعظة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا أمير المؤمنين، هذا جزاء من يطفف في الكيل والميزان، فما ظنك بمن أخذه كله؟ هذا قول زاجر يا أحمد، وفيه بلاغة وبداهة. وقد سئل أعرابي من أبله الناس، قال أحسنهم لفظا وأسرعهم بديهة. استمعي إلى حكاية الأعرابي مع القمر. ماذا؟ أعرابي وقمر؟ هذا الأعرابي ضل الطريق ليلا، فلما طلع القمر اهتدى فرفع رأسه إليه متشكرا. ما أدري ما أقول لك وما أقول فيك. أقول رفعك الله فقد رفعك، أم أقول نورك الله فقد نورك، أم أقول حسنك الله فقد حسنك، أم أقول عمرك الله فقد عمرك؟ ولكني أقول جعلني الله فداك. الله الله، هذا حديث جميل مع القمر. ومن ظرفاء الأعراب أعرابي
مر بقوم في متنزه لهم وهم يأكلون، فسلم ووضع يده يأكل معهم، فقالوا: أعرفت فينا أحدا؟ قال: بل عرفت هذا، وأشار إلى طعامهم. عجائب، هذا طفيلي. سمه ما شئت، فقد أكل وشبع. وقد بلغني أن أعرابيين ظريفين من شياطين العرب انحدروا إلى بغداد على عهد الرشيد، وجعلا يتماشيان في السوق. احترس يا أعرابي، احترس، لا تمشي هكذا وسط السوق. بل احترس أنت وحصانك. ابتعد عن فرسي، إنه جاموح، ابتعد. أي 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 أي، فرسك، فرسك يا هذا قطع إصبعا من أصابعي. هذا يوم أغبر، ماذا جاء بكما إلى بغداد؟ انتظر أيها الفارس، انتظر. انظر أيها الشرطي، حافر حصاني قطع إصبعي. وماذا كنت أفعل وأنت وصاحبك تسيران تمزحان وسط السوق؟ انظر، انظر يا شرطي، هذه إصبعي مقطوعة. وقطعها هذا الملعون بحافر فرسه. اذهبوا بنا إلى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين ينظر في إصبعك يا أعرابي. إصبعي يا مسلمون، إصبعي، الدم، الدم. اربط إصبعك بخرقة وكفى صياحا. سكتنا، سكتنا. وأنت أيها الفارس، عليك دية هذه الإصبع التي قطعت. أدفع الدية وأمري إلى الله. وأخذ الأعرابيان الدية وكانا جائعين، فلما صار المال بأيديهما قصد إلى بعض الحوانيت فابتاع من الطعام ما اشتهيا. فرصة. وأعجب منهما الأعرابية التي كان لها ولد شديد الشراسة. وما هي حكايتها يا أحمد؟ يا أخت العرب، ولدك كثير القتال، لقد قطعوا أنفه وهو يتعارك. قطعوا أنفه، وهذه دية قطع الأنف. يا أخت العرب، كي قطعوا أذنه وخسارته، هذه دية قطع الأذن. يا أخت العرب، ولدك قطع شفته ومصيبته، وهذه دية قطع الشفة. اكتسبت مالا من شراسة ابنها، وحسن حالها بعد فقر. أقد مضى حديثنا يا سلافة فيما تحدثنا فيه، ولنا حكايات وأحاديث، وإلى لقاء. درة الأدب وجوهرة من جواهر العرب. العقد الفريد، أحمد ابن عبد ربه القرطبي. أحمد مرعي. سلافة فريدة مرسي. من الهندسة الإذاعية: محمد أبو طالب، محسن وديع، نبيل الحمصاني، وعلي حامد. المخرج المساعد سيد عبد العزيز. العقد الفريد، التأليف الدرامي عبد المنعم شميس، الإخراج أحمد عبد الحميد. إنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.